الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قوة الإيمان والإسلام، هيا بنا جميعا نجلس سويا على مائدة القرآن الكريم، كتاب الله الخالق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لكم يوم القيامة. آيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا قارئنا الليلة فضيلة القارئ الشيخ ممدوح عامر، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي جمهورية مصر العربية. نسأل الله له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل المشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء.
شركاء
لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ومخرج الميت من الحي ذلكم الله. واحدة فمستقر
فمستقر فمستقر فمستقر ومستودع فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون
وجاعل الليل سكنا
والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِيرًا نُخْرِجُ
ومن النخيل وطلعها Oh,
سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض بلدي
فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف القدير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف القدير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف القدير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء
كذلك نصرف الآيات كذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليقولوا درست وليقولوا درست الزعفران الحاج جمعة عبد السلام جمعة واولاده الزعفران